السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب بحلقة جديدة من برنامج شكرا اللي يجيكم عبر شاشة الفرات الفضائية. اليوم راح نقول شكرا. الناس تشتغل من ساعة 6 الفجر لحد ساعة 5 العصر بس على مود يقدمون خدمة الناسهم والمجتمعهم والبلدهم، وهاي الناس هم من الفئة المظلومة والناس اللي يتحمل المشاق والتعب على مود يحصلون أجر كلش قليل وما يساوي تعبهم وجهدهم. اليوم راح نقول لهم شكرا بس بطريقتنا الخاصة. هذه الفئة أكيد الكل يعرفها وغني عن التعريف، واللي هم عمال البناء. وعلى مود تعرفون تفاصيل هذه الحلقة بالصوت والصورة وتشاركون سعادتهم، تعالوا. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ هلا حبيبي. يابا محتاجين لنا 5 عمال. انت خالد؟ عندي رفع انقاذ، عندي تنقير، عندي تفليش. ما شاء الله. شغل مفتوح. نعم نعم. ايش قد اجرة العامل؟ 25. 25 سهلة بكم، خير والدليل ان شاء الله. هسه انتم جاهزين 5؟ 5 جاهزين ما عندناش. يلا خير ان شاء الله، توكلوا على الله. الوقت لا تفكر بي، مو مشكله. احنا ساعه بالاربعه مثل حد بالاربعه. عادي عادي، بالاربعه بثلاثه سهله ان شاء الله، ما نختلف وياكم. الله يسلمك، يعطيكم الخير والتهنئه. يلا توكل. توجه فريق العمل الواحد من الأماكن اللي يلتمون بها عمال البناء واللي هو المصدر. أكيد هذا المكان كل عمال البناء يلتمون به بس على مود يشوفون رزقهم. اليوم راح يشوفون رزقهم ببرنامج شكرا بس لا تعب ولا مشق. اليوم راح يشوفون رزقهم بطريقتنا الخاصة. تعالوا معي حتى تشوفون ايش راح يصير. حياك الله، اهلا ومرحبا، حياك الله. يا الله، اهلا اهلا وسهلا، حياكم الله، خير مقدم. اهلا وسهلا، شلون الصحة؟ هلا هلا بالباشا، شلونك حبيبي؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ خير مقدم، نورتوا، حياكم حياكم الرياض. منور باشا، جزيل الشكر. يلا تفضل تفضل تفضلوا. اهلا ومرحبا، تفضل حبيبي. على راسي يابا، تفضلوا. اهلا وسهلا، حياكم الله، قواكم الله. ان شاء الله ما تعبتوا بالطريق. الله يوفقك، مشكور. حياكم الله واهلا وسهلا. والله اشرقت وانورت. هو ما تعبتوا بالطريق. والله اشكرك سالم. السياره زين فيها تبريد. والجو حار. مو ماكو تبريد، زين الامور شعره. الف الحمد لله، نورتوني. كل خطوه الف هلا. هلا سالم. الاسم بالخير. ابو زهراء. هلا ابو زهراء، حياك الله. عندك بس زهراء. بس زهراء والله. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظها لك يا رب. الله يخليك سالم شوي. ابو من؟ بعدك ما متزوج مبين، من قعدت هيك؟ مو؟ الحمد لله. ان شاء الله تتزوج ونحضر عرسك ونقوم لك بالواجب. الاسم بالخير. عباس. هلا بعباس. وين بيتكم عباس؟ بالشعب. بالشعب هنا بحيو. حياك الله، اهلا وسهلا، شلون الشعب؟ زين الحمد لله. تزهو بالنصر ان شاء الله بيكم. ابو زهراء ما قلت لي منين؟ انا بالقياره. بالمدينه. مدينه يا مليون. هلا باهل المدينه الابطال، حياك الله، اشرقت وين ورا. شلونك؟ الله يسلمك. شلون الصحه؟ الله يحفظك. الاسم بالخير؟ حازم. هلا بحازم يا محافظ الكوت. هلا باهل الكوت. اهل الكوت يمتازون بطيبه واخلاق عاليه واهل ملقي واهل كرم. والله العظيم واسط، يعني واسط حلوه بكل شيء، حلوه بناسه وبهله وبمكانه.
وين انت بالكويت بالضبط؟ بريديه. اه قريب على النهر. هم سير على النهر؟ ليش عجب؟ لا قبل ربعين. شغل. الله يعينك. كلش قد يلا تروح لهذاك يعني تنزل يعني 20 يوم 15 يوم مره شهر. الله يعينك. شلون الشغل وياك؟ والله النعمه خير. ماشي يا مو؟ ماشي الحمد لله. اليوم اللي ما يجيك فيه شغل شو يصير وياك؟ شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ ترجع للفندق للشقه. نعم. دور الحمد لله. الحمد لله. مضوج عادي. لا هو رزق. ايه. مو بيدك عاد. كل 20 يوم قلت تنزل لهلك تروح للفندق. كل 20 يوم. ايش قد توخذ؟ يا مهنة؟ ايه. والله 10 ايام 15 يوم هم نفس الشيء. اها يعني انت مراوسه؟ اي طبعا. زين. الحجي الحجيه؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احكي لي هذا الشغل والشيخ كله ايه. وين يروح؟ والله وين يروح؟ مثلا ملابس مصرف تعرف انت ايه. شاب حقك حجي الحجي احكي لي ما تعطيهم؟ شلون لا؟ هي هم غير خير البركه؟ لا الحمد لله. حتى الله يزيد برزقك؟ لا طبعا. الله يحفظك لهم يا رب. الله يسلمك. ما متزوج؟ لا الحمد لله. الله ان شاء الله تتزوج. هاي شلون؟ راح اخلص زفات انا. ايه. الله بالخير. شلونك يابا؟ شلون صحتك؟ كأنك متعوب. ايوه. الله يعينك. ابو من؟ ابو عباس. ابو عباس والله والنعم. عندك بس عباس؟ وعلاه. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش قد عمره؟ واحد عمره 6 وواحد عمره 9 سنين. متزوج متاخر ابو عباس؟ اي متاخر. مو؟ العمر كله ان شاء الله. صحة وعافية والله يحفظ لك الاولاد ان شاء الله. وين بيتكم؟ بعلوة زويني. علوة زويني وين صاير بالتحديد؟ قريب على 83 عطال. اهلا وسهلا. شو أنا الأوضاع هناك زينة؟ الحمد لله. ماشي؟ ماشي. ألف الحمد لله وشكرا. الله بالخير. شنو ويانا معزوم غير عرس؟ شلونك؟ الله يسلمك. زين؟ باسم بالخير؟ قاسم. هلا بقاسم. وين بيتكم؟ بالكوت. هلا بأهل الكوت. اليوم عندنا دبل سيم كارت 2 أهل الكوت. حياك الله. كل خطوة ألف هلا. الله يسلمك. يعني ما أدري أنا حير شحشي على الكوت أمانة الله. الله يسلمك. شربوا شربوا مايكم حتى نكمل إحنا سوالف وشغل هواي. حسين تبارك الله بك لا علم عليك وزن مشكور هنيا صحة وعافية تعرفون الشغل لو ما تعرفون ايش راح نسوي ما تعرفون احنا عندنا قراج 300 متر نريد نصبه بس هسه لازم نوزع المهام منو على الكرك منو يخبط منو يجيب خبط منو يصب اي عادي عشان ما يكمل اليوم اسبوع زين اذا اجيب لكم خباطه مات خلاص؟ ها زين هم ما عندي مشكله خلينا نوزع المهام منو راح يخبط؟ حازم وقاسم على وزن سامر وعامر زين منو راح يصب؟ ابو زهراء ابو عباس على الراس وانت شنو احكي لي حكم ها على العرب انا اجيب لهم خبر ها زين الامور زين انا شو اريد منكم؟ بما انه ان شاء الله انتم بيكم الخير والبركه جميعا نشتغلها ايه ما عندي مشكله حتى اذا باكر نكمل بس اقصد دير بالكم على ابو عباس وابو زهراء اذا تعبوا يقعدون انتم تكملون ماشي؟ زين نرجع لموضوعنا الصراحه انا ما جايبكم الشغل بس قوي ما طبيت لكم بال 300 متر بسلمكم موقع احنا ما جايبينكم الشغل احنا اليوم اريد نقول لكم شكرا على راسنا على راسنا لا احنا اليوم اريد نقول لكم شكرا بس بطريقتنا الخاصه اليوم اريد تستمتعون وترتاحون تاخذون بقد اليوميه 3 مرات تقولون لنا باي باي واذا تبقون هذا المكان مكانكم نحطكم على الراس ما عندنا اي شيء هسه نرجع لحازم وحازم ومنهم؟ حازم وقاسم ابدا بحازم، حازم يرفع ايده وين حازم؟ انا حازم شايف لي ها مسلسل والله هواي مسلسلات ايه يا هي اخر واحده شفتها يعني هواي اخر مسلسل يا هي شفتها والله ما ينعدى ليش هو انا ممثل مو؟ ايه هو الحمد لله الله يجزيه ان شاء الله جاي زين مقال مقال زين قاسم شايف يا مسلسل كواي انا سايق مسلسل برمضان ايه هو لا. مثل الشوربه طلع بس برمضان شفت برمضان يا هي برمضان مال الربيعي فاطمه مال سلاف وياك صح هذا قديم من عاده قديم وانت شفت شفت مال عامر
سامر عمر انت عيد ابو الغاز وغاز حلوه الشخصيه عجبتك ضحكت والله هسه احنا من سامر عمر راح نسوي الجزء الثاني حازم وقاسم فزع خبطه يلا تعالوا خلينا نعيش يوم حلو ومختلف ان شاء الله يلا نتوكل على الله اهلا وسهلا هسه احنا وين والله معلومه زين قبل ان اقول لكم ايش راح نسوي وشو راح نبلش خل اعرف علاقتك زينه بالمطبخ زين يعني اقوى شيء مسوي بحياتك الله عليك والله الحمد لله شاي علاقتك بي زينه ما تعرف تطبخ غيره تطبخ شو تمه زين بس انت عادي زين الامور هلا بشيب شاي زين اطلع حدري من ناس والله والنعم والله والنعم زين بالبيت امانه الله امانه الله بالبيت الحجيه اذا مريضه اذا هاي لا سامح الله ساعد احنا مو عندنا هنا سبغ نشتغل احنا نطبخ لا اقصد بالبيت يا مهله ساعدهم لو تقعد باشا جاي من الشغل يلا سوي لي ساعدهم شلون يعني طبيعي والله متحمس وتيت بارك الله بك بارك الله بك زين هلا عليهم تعال علاقتك في المطبخ شلون والله المطبخ وزهراء بالمطبخ اي واذا مثل مال هاجه نودي جاهز نجيب زين يعني دليفري اي دليفري زين بالمطبخ انت كل شيء ماكو كل شيء ماكو ابد ابد لا شويه لا بيضة كل شيء ماكو اخوي باشا هيك قاعد يلا جيبوا لي ودوني اعلمك على المطبخ زين تعال انت اي اخوي علاقتك بالمطبخ شلون والله زينه شلون احكي لي اكثر شيء شاي زين بالشاي كنا بعد كنا ولد مضايف وهاي فنسوي شاي اكثر شيء شاي فعادي طبق لي على صفحه بالشاي صار حتى الراعي فارس شلونك؟ قواك الله قواك علاقتك بالمطبخ شلون؟ زينه حتى بجيت انا اطبخ اها والله زين الامور زين يعني مع عباس بالبيت لا تعبى تقول لها قعدي تطبخ كل شيء اطبخ ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء اكو وايد ناس جايب حتى بالفترة الأخيرة شبابنا أو خلنا أقول مثلا الناس اللي بعمري أو أهلي مثلا نعم نقول شنو الرجال يطب لي المطبخ شنو يطبخ شنو يساعد مرة يستنكف من عندنا عيب نعم مو عند الكل اللي فاهم الدنيا عند الحياة ماشي لا أنا عادي عادي أبدا أسوي رويق أنا قاعد الساعة بالأربعة وكذا أنا أسوي أكل ما قاعد لأي واحد شاي أسوي كذا ما تزعج أحد بالبيت أبد الله شاهد الله بعباس الله وكيلك ما أي واحد ما قاعد بس أكيد من ترجع من الشغل مع عباس مادة السفرة طبعا مادة السفرة وكذا ما شاء الله بعد من عندنا هواي عدة أختي نلعب ختيلان تعال علاقتك في المطبخ شلون؟ والله موش ليش؟ أنت عليك أعراس صوات زين لا بلش يا عمي يلا زين احنا بالبدايه راح نطبخ بما انه تجيتوا تعبانين من الطريق صار وقت غدا هالشيء فخلينا نساعد كلنا حتى نسوي لنا غدا زين دسم وراها عندنا هواي فقرات نتونس بيها تمام جاهزين؟ تمام جاهزين بالبدايه ايش اضلعلكم مقفول تكه دجاج ولحم تكه على راسي يلا مجر طول مجال طول مجال هاي طماطة حمص لا خلنا نوزعها هنا خليها حتى شنو هو؟ كل واحد ياخذ مكان يشتغل تمام؟ لا خليها يمك خليها يمك اي عباس علاقتك بين البصل شلون احكي لي؟ يقول الجو حار وهاي سمك عمي شنو الزحمة هذه؟ اكو زحمة؟ انت بيت اخوك حجي الله يسلمك اليوم هاي الدجاج البيضة خطية راح تنقلب صفرة هذا خبز العوفه زين هذا وهلا بشي يا عشان تكه من نخلي على التكه ابو عباس شو تقول؟ انا اقول انت مو؟ الولد يشون كيف؟ الولد يحبون النار لا انا اعرف ايش اسوي اي ادري تعرف ما عندي مشكله بس ابو عباس قال انا طباخ وهاي فخلي ابو عباس تمام؟ لا بس انا ما ادري يلا ابو عباس ايدك خير وبركه ان شاء الله. تبقى بعد هنا شيش على راحتك بس خل اعطيك صينيه. مغسولات مغسولات. الصينيه المغسوله؟ اي طبعا. توكل بالله بعد. زين من نخلي على الطماخ نخلي لك انت تعال طماطه بتيتي. ايه يلا طماطه عليك. توكل بالله ايدك خير وبركه ان شاء الله قول بسم الله. نشتغل استاذ مصطفى.
ايه ايه هاي السمكه هاي سمكتين مو وحده ارزم اثنينكم تقابلوا عليهن تلقون حطب يم التنور تلقون نار وهاي شغله وتونسوا بيهن تمام يوم راح تعرف هلا هلا بالابطال نريد غدا يعني يخرب الحكي حيل يلا وياهم وياهم توكلوا ثم اقوا هاي حتى الوضعيه تقبل اليوم عاشت ذيكم اخوتي بعد واحد من يتزوج هاي اخوته موجودين اليوم صافي ان شاء الله وكلك تكمل ما كلت حياتك مو انا قلت لك علاقتي بس بالبوتيتا والطماطم ها وعلى التكه مو بشيء قواهم الله عندنا مقلوب تنين كله سمنت تعال تعال تصيري هنا طين طلع عمو العائله مو شرط تكون اب وام وابناء مرات تكون اخوه توقف الزمن لحظه وقدر الله على انه نجتمع بهذا المكان ونكون اخوه بيها الاخوه الكبار وبيها الصغار الاحساس يقول عائله مليانه حب وانسانيه وتعاطف انشالت الحواجز وظل الانسان وترابطه مع الانسان الاخر بدون قيود او طبقيه وكل انسان يقدم اقصى ما يستطيع حتى يكافح بهاي الحياه ولك السمك احترها حق اخوي اخوي ستوه سلام عليكم ابو الصوف لا استاذ انا بيتك شنو 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 طبعا شنو جاي يخطون انت شنو السمك شنو وضعيه هاي هاي تمام ابو زهراء حماكم شلون العيد حاجبين وين استاذ قول انا ناكل قابل على سمكي زين علي لو سمكتي تكفينا سمكي ابو زهراء جاي شوف الدين شلون نقط ما سمك بعد ما تحمل مشيني على قولة مازن صاحبي اللحظات المشحونة بالعاطفة والضحكة والكلمة الطيبة لازم ناخذها بفسحة من أيام العمل والضلك والأيام الصعبة لعبنا ورفهنا عن نفسهم وأنفسنا دخلنا وياهم بوقت حتى يجددون روحهم وهذا كان واضح على وجوههم من أول لحظة حيدر شو السالفة؟ الولد كلهم كملوا وهنا العينتين بعدين هدرع الرئيس؟ لا لا انت بعد منه سيارة وقاطة قبل هاي قلبي نتعرس مو؟ ان شاء الله لحق اخوية تلحق شلون لا؟ يلا نزفك بيدي رابع مرة اقول لك ازفك بيدي بعد شو تريد؟ الله يسلمك يلا نعيم المقدمة كمل بسرعة ناكل يلا صلي على محمد تبارك الرحمن يلا تفضلوا على زادكم سموا بسم الله لا رحنا ان شاء الله وقبل ما يبدي الاكشن لازم ندلحهم باكله لطيفه وخفيفه والشباب المفعمين بالحياه انسجموا ويا الاشياء والاجواء بضغطه زر تحسهم صاروا هم أهل البيت هذول الناس اللي الحياة حاولت تكسرهم لكن ما انكسروا بعدها روحهم الخضرة عايشة بيهم شوينا وأكلنا وضحكنا وكانت لحظات كلش حلوة ومهمة بحياتهم وحياتي أبو عباس وأبو زهراء كانوا شعلة وجه حيوية ولطافة وطاقة وخفة دم عبالك بعدهم صدق شباب يلا ولو هم بعدهم شباب أصلاً عباس شلونك بالمنضدة؟ يعني نص ونص ناسيها من زمان انت صغير العبية بس ناسيها قليل والله قليل الجواب قليل يعني ايش تقول؟ زين احنا راح نبلش شو تقول من يغلب انت لو اني؟ شوف اللعب هو اللي خلينا نسال الشباب والله شو تقولون من يغلب؟ انت انا اقول ابو عباس طلع لاعب قديم ما ادري يلا
تونسوا اهم شيء انتم تونسين. ابو عباس ابو عباس يلا وين انت ابو عباس؟ هاي خلب خلب لا هاي علي لا عم ابو عباس قوي يلا ابو عباس ابو عباس لو صادها بيدك عادي صافي يا ابو عباس يا ابو عباس يلا صار عندك الخطين عم طلع قوي صفقوله صفقوله هاي يلا ابو عباس هاي اخيره ابو عباس شلون بتكتك اجيب الطابه غير تعبت راح نحكي شويه عن الهوايات تمام خلينا نبلش شويه ابو عباس ابو عباس من كنت يعني بمرحله الشباب ولا زلت انت شباب ان شاء الله والعمر المديد وطول العمر بس اقصد يعني من كنت بمرحله عمريه يعني قد الشباب شنو كانت هوايتك؟ هوايتي كانت والدي الله يرحمه الله يرحمه يشتغل معجنات يشتغل كاهن يعني كانت هوايتي اتعلم هاي هوايتك بالمعجنات اي بالمعجنات اي وكذا بس سبحان الله ما توفقت لها ان شاء الله سبحان الله عندك اخوان من والدك؟ اي نعم تعلموا؟ اي تعلموا انت ما خشيت ببالك؟ ابد لا شلون كانت هوايتك؟ انا اشتغل وياهم بس ببالي مو يم العمل ببالي يم شغلات يعني مال مراهقين مال كذا اي فما ركزت وياهم بالعمل ما ركزت بالعمل زين بجانب الرياضه شنو اكثر يعني موهبه تحسها قريبه عندك هوايه تمارسها من الرياضه؟ الطاوله كره القدم لعبت مساحات ترابيه اكيد لعبنا شنو كان مركزك؟ دفاع مدافع اي مدافع زين الطوبات كلها شو يعني مو فيش الحياه زينه لا لا زين الحمد لله عسل ابو زهراء شلونك ابو زهراء؟ خليك هون خليك يمك خليك على راحتك ابو زهراء شنو الهوايات اللي يعني تتذكرها ودائما اتذكرها هاني من كنت صغير اي احب الشغل الشغل على باب الله بس الشغل بس الشغل الشغل على باب الله اي ما كانت عندك اي هوايه؟ ما عندي لا طوبه ولا غير اي شيء ما تحبها؟ ما احبها لا شغل فقط شغل عايش عايتي الحمد لله والله كان اخواني صغار انا معيش الله يوفقك ويحفظك والله والديك شكرك حلو اليد اللي تعمل اللي تشتغل والله والله والديك سعد العفو انا مو استاذاني وليدك اخوك الصغير الله يطول راسك والله انت منورنا اليوم ابو زهراء اشكرك والله والديك والله والديك مشكورين تعال ابو صفر تعال يمي تعال ابو عطوب تعال تعال يمي تعال عندي وايد اضحك اتمنى دائما تضحك يا الهي الله يسلمك على الخير والبركه شنو هواياتك المفضله؟ الذي اللي ركوب الخيل يا ريت ستوته ما صاحت ابد 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 قل لي والله شنو هوايه شنو اكثر شيء تحبه؟ هوايه عندك موهبه تحس انت تريد تسويها تريد تنجح بيها طوبه هيك يعني كره القدم شوف احنا العراقيين الاغلبيه بمختلف الاعمار كنا نحب كره القدم حتى اللي ما يلعب تلقاه مشجع ويتابع صح؟ صدق والله زين تلعب شنو مركزه؟ كم لاعب ساحات ترابي وتار تام؟ ايه اكثر شيء ترابي ايه ايه احكي لي وين مركزك؟ يعني شلون مركزي يعني وسط تلعب ها وسط ايه صعد طوبات ايه اليوم ما مصعد ولا طوبة ما راح ادق على روحي والله العظيم ليه كذب عليك زين موقف صار وياك بوحدة من اللعبات يعني انت تلعب طوبة صار وياك لا تقول لي شوت الطابه وانشقت كابتن ماجد لا لا ها. لا والله ما كانت تجي على جماعتي ضد جماعتي المهم مشوت اي امشي زين تعالي شلونك؟ شلون؟ انت اكثر واحد بالمجموعه ما حكيت صح ولا لا؟ صحيح هادئ مو زين انت دائما هيك هادئ؟ اي والله لا لا والله. والله حتى بالبيت أي. يعني تحس انه الكلام الزايد ياخذ من طاقتك لازم تحكي بالاشياء المفيده بس مو؟ لا لا والله جيد والله شو انت حتى ما تحكي هاي اصلا عايش انت دائما هيك هذا اي والله اي احلى مو اي والله هيك احسن انا عندي واحد من اصدقائي هم صغير هيك يعني بعمره اخوي اذا اقول له شلونك شلونك بعد شلونك زين يقول لي مو هواي شلونك وحده كافيه يقول لي هاي طاقه طاقه زين شنو هوايتك احكي لي شنو يعني الهوايه مثلا انت شنو اكثر شيء تحبه؟ هي الطاوله شيء هم كره القدم هاي شنو هاي؟ شباب يعني ما اعرف شو احكي بس انا راح اجزم يعني
على انه الشعب العراقي المفروض كله يلعب بالمنتخب. يعني ماكو 60,000 تشكيلة كلها تلعب بالمنتخب مو؟ زين شلونك بالطاولة؟ لا بس تشجع؟ لا والله العب. ايه؟ اي جولتشي. اه والله ولا جول لحد الان؟ لا والله بس مرة طبعية فحص. بس مرة واحدة صار فحص الترجمة اخوان يعني طابة من جوا منها. اي بس مرة واحدة زيادة الامور. بعد منو بقى عندنا؟ هلا بالسيد. الله يسلمك سيد. شنو هوايتك المفضلة؟ والله هوايتنا احنا فلاليح. اي مو عيب عادي طبيعي فلاح والله زين. يعني هي انا هي مهنة لا؟ اي هي مهنتي فلاح. انت ماخذها هواية حاضر. اي حاضر. يلا باصات شباب يلا بزهرة يا عراق العب ولك العب ايه هلا لعيب هجوم هجوم شباب لعيب بيناتكم لعبوا لعبوا بموسني تعال 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 عفا عفا دعيم ما قبل دعيم تعال تعال نصير خلا يمي والله بلد عجيب ان شاء الله تونستوا الله يسلمك استمتعتوا اي والله كان يوم حلو والله احنا غايتنا بس نقول لكم شكرا من كل قلبنا ونونسكم ترحون مرتاحين متوانسين الله يسلمك بنهايه حلقه اليوم حاب اشكركم واحد واحد الله يسلمك واشكر كل عمال البناء واشكر اي واحد يقدم خدمه لناسه واهله ومجتمعه وبلده. لان هذا كنا احنا نفتخر به. سواء كان صغير او كبير، ما يعني مو فرق العمر قد ما هو فرق المنجز. بالنهايه انا اريد اطلب امانيكم واسمعها واحد واحد. ابلش ويا ابو زهراء. شنو تتمنى؟ والله صحة وسلامة ان شاء الله والامان. ان شاء الله يا رب. الجميع ان شاء الله. امين ابو عباس. والله اتمنى انا قاعد بالايجار اتمنى اشتري لي بيت ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يكثر خيرك يا الهي الناس تدعينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شنو تتمنى؟ والله اتمنى السلامه والستير امين يا رب العرش العظيم حتى الامنيات بسيطه هي مو بسيطه بقد ما هي كبيره ان واحد يتمنى السلامه والستير ويمشي فعلا عافيه عليك عافيه عليك شنو تتمنى؟ حتى بالامنيه ما تحكي شو كنت تحكي؟ والله شو اتمنى؟ اتمنى مكانك اتمنى تحكي واتمنى الله يوفقك ويرزقك ويستر عليك وان شاء الله يا رب اشوفك عريس بعد رشي خدمتك شنو تتمنى؟ والله نحب نكمل مدرسه ان شاء الله يا رب يعني عندك واجد وتكمل خارج اذا ترجع وكملت دراسه بحياة الله ان شاء الله هذه السنه واتمنى يعني وهذا يعني هاي خطوه مباركه والله يوفقك شنو تتمنى تصير؟ معلم والله حلو اي حلو الله يوفقك دنيا واخره والله يحقق امانيكم الله يسلمك واسف على ازعاجكم لا والله وصلنا الفقره مهمه راجت منتظرها من زمان يا الله هاي يومياتكم اللي تاخذوها اليوميات الاحتياجيه اللي تاخذوها بالشغل فعبدي ويا عمو هنا وعمو هنا مشكور اخوي العزيز اخ حبيبي الله يسلمك هاي يومياتكم اللي تاخذوها دائما بالشغل طبيعي فبرنامج شكرا قناه الفرات قالوا اخاف مقصرين احنا بحقهم او اخاف رادوا شيء احنا ما قدرنا نوفره فهذه مبالغ ايضا بسيطه تلبون بها احتياجاتكم اللي تردوها هذه ايضا هديه مقدمه من برنامج شكرا من قناه الفرات تفضل عم الله يوفقك تفضل الله يسر عليكم ان شاء الله صحه وعافيه الله يسلمك جميعا صحه وعافيه ارجع واقول شكرا لكم وشكرا لكل شاب مجتهد قادر على انه يقدم خدمه لبلده واهله وناسه والله يوفقكم ويستر عليكم وعلى عوائلكم الله يسلمك حتى صار لازم اقول شكرا لكل الجهود المبذوله وهذا الكادر الفخم اللي متواجد ويانا خلف الكواليس شكرا لاصغر عامل انتاج كان متواجد ويانا على مود ينجح هذا المشروع شكرا للجميع نتواصل وياكم اكيد عبر شاشه الفرات بحلقه قادمه من برنامج شكرا وهسه كنا نقول لكم في امان الله. في امان الله. شكرا.